الحياه الهادئه المستقره تظبط الضغط، الحياه الهادئه المستقره تظبط الضغط. تقولي هو في واحد فينا حياته هادئه مستقره؟ اقول لك في اسلوب الرسول عليه الصلاه والسلام علمه لنا بيظبط الضغط جدا. اكيد ايام الرسول كان في ناس عندها ضغط وكانت بتشتكي، وبوحي من الله هو قال لهم اعملوا كده، فاحنا قلتهم. ما كانش عندهم ادويه، كان عندهم حاجات كلها اعشاب وكده بياخدوها، انما كان يستعين على هؤلاء المرضى بالاعتكاف. بالاعتكاف، الاعتكاف ده انت بتعزل نفسك، بتعزل نفسك. فلو دخلت بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء في رمضان او غير رمضان مش مهم، مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء ساعه ونص، اقعد ساعه ونص من غير ما تكلم حد، ما تكلمش ولا مخلوق، حتى اللي في المسجد ما تكلمهمش. اقعد يا اما تسبح يا اما تقرا سوره البقره يا اما تعمل اي حاجه، ضغطك هيتظبط. الاطمئنان والاستقرار. ساعات كتير جدا مرضى ضغط يجوا لي في العياده مش عايز يتظبط، وراجل طيب جدا جدا ويعني مظهره كده في اول لحظه تقول ده انسان متدين، فاقوم اقول له كلمه، هقول له كلمه بس ما تزعلش، يقول لي لا مش هزعل. اقول له انت اسلمت بس لسه لم تؤمن، لو الايمان دخل قلبك ضغطك هيتظبط وتستقر. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ده حاجه وده حاجه. الاسلام بيحقق كل ما امر به ربنا، بيصلي وبيصوم وكلنا بنعمل كده، لكن الايمان قصه تانية خالص خالص. اللي جربها مره لا يمكن يتخلى عنها، هيفضل ماسك بهذا الايمان. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبنا. فالاعتكاف من الحاجات الجميله جدا، لان التوتر ضد الضغط. يبقى انا عندي ملح وتوتر، والله ساعات نلجا الى اقراص لمنع التوتر. ايه علاقه الضغط بقى بالشريان التاجي وبجلطه القلب والفشل الكلوي؟ دي احد المضاعفات الهامه جدا لمرضى الضغط. الضغط ملوش علاقه بالجلطه خالص، الضغط بيبوظ الشريان، الضغط العالي بيبوظ الشريان. الشريان له غلاف جميل جدا جدا، لا مفيش حاجه تبوظه، الضغط بيبوظ هذا الغلاف. فبما ان الغلاف اللي جوه باظ هيجي عاد يلزق عليه الصفائح الدمويه وممكن يعمل جلطه. يبقى الضغط احد مسببات فساد الشريان. طب الشريان فين؟ في كل حته، كلويه شرايين، مخي شرايين، قلبي شرايين، اطرافي شرايين، باظت جلطه في القلب اللي احنا بنسمع عليها في الشريان التاجي اللي هي الذبح الصدري وجلطه القلب، في المخ الشلل النصفي اللي احنا عارفينه، في الاطراف قد تصل الى البتر، في الكلى يعمل فشل كلوي. اللي يلاحظ بقى كويس ومدقق معايا من الحلقه اللي فاتت يلاقي ان الكلى البايظه علت الضغط، خلي بالكم، والضغط العالي بوظ الكلى. الكلى البايظه بتعلي الضغط والضغط العالي بوظ الكلى. هيجي لك عيان كلوته تعبانه والكيماويات كلها عاليه وضغطه عالي، ما تقدرش تعرف مين اللي ابتدى. في كثير من الاحيان ما نعرفش مين اللي ابتدى، هل هو ابتدى مريض ضغط وبوظ الكلى، ولا مريض كلى وبوظ والضغط عالي نتيجه هذا. فده من الحاجات المهمه، المضاعفات